توضح هذه الصور لحظة انفجار محطة توليد الكهرباء بخميس مليانة سوفاي بولاية عين دفلة، والحمد لله يعني ما فيهاش إصابات، ما فيهاش خسائر بشرية، والشكر كله موصول لرجال الحماية المدنية اللي كانوا بقوة وتحكموا في إطفائها بسرعة. وهذه الحادثة تشير إلى إبعاد محطات تحويل الكهرباء عن المجمعات السكانية، فمعظمها قريبة منها وتمثل خطر خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. فنسأل الله تعالى الستر، اللهم الطف بنا فيما جرت به الأقدار، اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار، والطف ببلدنا الجزائر لما نرى فيه من حوادث مؤخراً.